يواصل معرض صنع في دمياط للأثاث فعالياته بأرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة نماذج ناجحة من أصحاب المشروعات العاملين في قطاع الأثاث. للمزيد حول فعاليات معرض صنع في دمياط للأثاث تنضم إلينا مباشرة من هناك مراسلة التلفزيون المصري جيرمين إبراهيم. جيرمين، بعد التحية ضعينا في التفاصيل. نعم يوسف، بعد التحية كما ذكرت متابع معكم بالتحديد من داخل قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر فعاليات معرض صنع في دمياط في يومه الثالث والذي يستمر حتى العاشر من يونيو الجاري، أي لمدة عشرة أيام فيها تستمر فعاليات هذا المعرض الذي يقام بمشاركة نحو 70 عارضا من أصحاب ورش ومصانع الأثاث من محافظة دمياط التي تشتهر بصناعة الأثاث ذات الجودة والمتانة العالية. تقدم هذه المنتجات هنا في المعرض بتخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 15% إلى 20%، إلى جانب أيضا وجود عروض خاصة كعرض لفرش الشقة مكونة من 4 غرف بالسعر لا يتجاوز 50,000 جنيه. الحقيقة منذ تواجدنا شهدنا إقبال كبير من المواطنين الراغبين في شراء الأثاث والذين عبروا عن فرحتهم بوجود المعرض هنا في محافظة القاهرة، مما يوفر عليهم عناء السفر لمحافظة دمياط مع التنوع أيضا في المنتجات المعروضة من غرف نوم لمعيشة لسفرة، كل هذه المنتجات بجودة عالية وبأسعار مخفضة، أيضا مع وجود تسهيلات تقدم للعارضين عن طريق نقل منتجاتهم هنا إلى محافظة القاهرة وبالتالي عرض المنتجات على سكان القاهرة الكبرى، إلى جانب أيضا وجود تسهيلات تقدم بترويج هذه المنتجات على الإنترنت مجانا للعارضين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وأيضا وزارة التجارة والصناعة وأيضا جهاز تنمية المشروعات هنا في أرض المعارض. الفرصة متاحة وموجودة أمام المواطنين لزيارة هذا المعرض يوميا حتى العاشر من يونيو من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء في قاعة المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لك جيرمين على هذه الجولة المفصلة في هذا المعرض المهم الذي يهم كل المواطنين سواء في القاهرة الكبرى أو في غيرها من المحافظات. يعني 70 عارض لديك في هذا المعرض، معرض دمياط للأثاث بتخفيضات تصل إلى 15% إلى 20%. كل هذه الأرقام تشجع المستهلكين لزيارة معرض صنع في دمياط للأثاث. شكرا لك جيرمين مرة أخرى.